السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعنا يا شيخنا، مسموح في الدنيا والآخرة، الله يغفر لنا ولكم يا شيخ. سمعنا يعني انت ان شاء الله؟ نعم سمعني يعني حضرتك. اسمعك الحمد لله. انا بسأل كده عشان خاطر ما اخدش وقت. بالنسبة لجميع معجزات الانبياء التي الله سبحانه وتعالى عفوا بالنسبة للمعجزات الايات، كلمة الآيات معجزات افهم اسمها الأصح آيات. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا تخويفا. أنا بتكلم لما هي اسمها، الناس يقولون عنها معجزات واسمها الصحيح آيات. تبرئ الأكمه بإذني. تبرئ الأكمه بإذني. نعم. تخلق كهيئة الطير بإذني. نعم. سيدنا موسى ألقى عصاك، كلها بالأمر من الله سبحانه وتعالى وبإذن الله. طيب صح. ولكن سيدنا يوسف عليه السلام لما خلاص وعرفوا الإخوة ودعا وألخ، قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على أبي يرتد بصيرة. لم يكن هناك أمر من الله سبحانه وتعالى ولم يكن إذن. الكلام هذا عفوا لا لا الأدق أن تقول لم يذكر ذلك في كلام يوسف، لكن لم يكن هناك هذا تقول على الله، لأن الأنبياء يتحركون بوحي. الأنبياء عليهم السلام يتحركون بوحي. وهل تظن أن قميص يوسف يجدي بغير إذن الله؟ طبعا استحالة. معلوم من الدين، معلوم يعلم يا حبيبي الله، يلزم في أمور تدمج ومفهومة من السياق ومفهومة من عمومات الشريعة. كل مسلم يعلم أن قميص يوسف مجردا لا يجدي إلا بإذن الله. فأحيانا يحمل المطلق على المقيدات في وجوه أخرى. الله قال ادعوني أستجب لكم، وفي الآية الأخرى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فهناك أمور أجملت في موطن وفصلت في موطن آخر، بس كده.